لا هي ما فيش حاجه من المشاكل دي موجوده يعني. مش حاجه خالص من المشاكل دي موجوده. طيب دكتور رندا، كنت سال حضرتك قبل الفاصل، لما الناس تصحى كده تلاقي نفسها ان بعد سنين يكتشفوا ان في شروخ ملاش علاج، يعني انا فوجئت ان في اسره محترمه جدا 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 واولادهم كبار اشتغلوا في اماكن مهمه وحاجات كويسه جدا، وهما الاثنين يعني الزوج والزوجه دول اساتذه جامعيين وفي اماكن مستوى تعليمي وثقافي كبير، بعد 30 سنه حاجه و30 سنه انفصلوا، الزوج خد شنطته مشي من البيت، اكتشفوا ان هو ما ينفعش العيشه. هو في كده؟ هو مش اكتشاف، هو في كده وموجود، يمكن مش على نطاق واسع، بس بنسمع عن زيجات بعد 20 و30 سنه للاسف، بنلاقي فجاه ان كل واحد راح في سكه، بس ما نقدرش نقول ان هو فجاه صحي من النوم لقى نفسه مش سعيد. دي تراكمات سنين سكتنا عنها، وهنا تاني بنقول ان لابد من المكاشفه. هيقول حضرتك ما انا مش عايز مشاكل، هي تقول لحضرتك ما انا مش عايزه مشاكل معايا، فادينا بنمشي بنتخانق ونتصالح واهو ارجاء كل المشاكل. يعني في فرق كبير قوي بين التغافل عن امور، يعني في حاجات مش المفروض ان احنا نقف عندها، ما احنا ما بنقولش ان احنا كل تنتوفه بتحصل لازم نتكلم عنها، في حاجات بنسيبها طالما مش مهمه قوي، ولكن في حاجات اساسيه بتضايقني او بتضايقه لازم نقعد ونتكلم مع بعض فيها، لازم نواجهها، لازم نتعلم نواجه مشاكلنا. للاسف قليل جدا من الناس اللي بتعرف تختلف مع بعضها، يعني فكره الخلاف، ويمكن دكتور عمرو اشار ان كل واحد بيبقى ايه عايز يشاور على التاني ان لا ده العيب عندك، احنا مش ماسكين كوره نار بنشوف مين اللي هيمسكها، الفكره مش كده، الفكره ان احنا عايزين نوصل لنقطه تفاهم في النص، في اسس لحل المشكلات، في اسس ان احنا نشوف ايه المخارج من القصه دي، ده موضوع مضايقني انا محتاجك تساعديني ان احنا نحله، لان انا بتضايق منك وبتقفل منك. التراكمات الكتيره دي طبعا طبيعي انه يجي في يوم خلاص هو جاي على نفسه عشان ولاده يبقوا قاعدين في بيت، ولو ان بتوصل للابناء، لو الاب والام مش سعداء مع بعض رغم ان هم في بيت واحد ومتجوزين بتوصل للابناء وبيبقى نتاجها مش حلو ابدا، بتسيب بصمه سيئه جدا مع حضرتك. بس ولكن معلش احسن ما يحصل الانفصال وده هيكون برضو كتير بيحسبوها كده طبعا، ولكن ايه وقعها بقى والابناء كبروا وبقى في احفاد وفجاه قمنا من النوم، ومفروض ان ده السن اللي احنا بنتسند فيه على بعض. وعلى فكره استاذ عمرو، يعني فكرة ان احنا بنمر بمشاكل وظروف، ده اي بيت في الدنيا فيه مشاكل وبنمر بأزمات وبنساعد بعض وبناخد بإيد بعض، ده بيزود من رصيدنا وبيقوي العلاقة وبيخلي تمسكنا بيها اقوى، لان احنا استثمرنا في العلاقة دي ما سبناهاش بالتهاون. جزئية تانية للأسف كمان ان فكرة التخلي بقى سهل، فكرة ان انا قيمة الأسرة مع الوقت، يعني ان انا قاعدة عشان ولادي بس، انما غير كده فكرة الزوج او فكرة الزوجة دي قيمتها مش عالية، رغم ان ايه ده الدين يعني وصفها بالميثاق الغليظ. لو عرفنا قيمتها وعرفنا قد ايه هي ليها بصمة جميلة علينا وان دي سعادة كبيرة ومن اكبر النعم اللي ربنا ادهلنا، هنعيد النظر في الاساليب اللي احنا بنتعامل بيها. او في كلام بيبقى تقيل طبعًا. يعني مثلا لما هو يبقى مصعب عليها الحياه طبعا، هل تقول له انت مصعب عليها الحياه، ولا هي لما تبقى مصعبه عليه الحياه هل يروح يقول لها انت مصعبه عليها الحياه؟ ممكن تيجي بطريقه ظريفه، انا تعبانه انا محتاجاك، يعني تبتدي تشوف ان في واحد اتنين تلاته تعبني، محتاجني اساعدك ازاي عشان نقدر نحل المشكله اللي عندك دي او نحل الموضوع اللي مضايقني ده. يعني انا حتى في المشكله باخد بايده واقول لك انا جنبك عشان نحلها، عشان احنا نوصل لمرحله ان احنا نبقى سعداء مع بعض. في طبعا بعض المشاكل اللي بتوصل لمراحل لا هي بتبقى محتاجه تدخل شخص متخصص، ويمكن احنا قبل الهوا كنا لسه يعني لو شخص عنده عدم قدره على السيطره على غضبه، شخصية عصبية فجأة بيقوم يهجم بيشتم بيقول ومش بيقدر يسيطر على نفسه، لا ده واحد محتاج ان انا اخده كده من ايده او واحدة وتعالى نروح لحد متخصص يساعدنا، لان في مشاكل لا بتبقى داخلة في حتة احنا محتاجين حد يجي يفض الكلاكيع اللي اتبنت على مر سنين، ولازم يبقى حد متخصص. وهنا بنرجع وبنتكلم في نقطة ان ما ينفعش هنا يبقى فيه كبر، ما ينفعش هنا اقول لا انا مش هروح انا مش محتاج انا فيش حاجه غلط، لا انت لو باقي على العلاقه دي علاقه سنين طويله او قصيره
دي علاقة مقدسة لازم نشتغل ونحلها أيا كانت الظروف. وفي يعني جوانب كبيرة جدا من السعادة احنا ما بنبقاش شايفينها وقت الغضب، وممكن نفضل قاعدين سنين للأسف مش شايفينها، ولكن ببعض المساعدة نكتشف قد ايه احنا كنا يعني مش بقدر الذكاء الكافي، ونندم ان احنا ضيعنا سنين حلوة كان ممكن نبقى عايشينها في سعادة كبيرة جدا. فلا الموضوع ما نقدرش نقول ان في حاجة اتهدمت تماما، كل حاجة ليها حل. احنا بس اللي ايه احنا الكبر واخدنا والحياة واخدانا، وللأسف برضو الافلام اللي من زمان حتى مش الجديدة والكوميكس اللي بتطلع العسكري مش عارفة مين جي، فكرة ان احنا بنصور الزوجة ان هي يا شيخة تطلع بقى من دماغي، او ان الزوج يا ساتر ده دمه تقيل وقاعد، يعني كلام مش ظريف بيتقال. الافكار دي دخلت وترسخت جوه البعض. طب ما في صورة رؤى يعني. وفي صورة رؤى مثلا، يعني في صورة رؤى.